بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه بيجو 307 بيجو 307 هذه المكونات اللي تحت المحرك بعد ما فكينا المحرك نلاقي المكونات هذه تحت منه اللي هي هذه كريمير سكاتولا كريمير هذه التيوب نتاع الشاكمون هذه التيوب نتاع اللي خرج دخان هذه السيرفو نتاع الفران هذه مضخة الفران بومب فران هذه السيرفو اللي يمشي بالهواء نتاع الفران من هنا هذايا سيبور بوات يعني اللي يشد البوات هذايا هذه من بوات فيزيبل اللي هي فيها الفيزيبلوات يركب فيها خيوط الكارتة هذه من هنا الخزان نتاع زيت الفرامل والامبرياج مع بعضها هذه فيها طرمبة الامبرياج هنا هذه طرمبة الامبرياج عندنا هذوما التيب نتاع المكيف الخراطيم نتاع المكيف اللي يمشي للمكيف يدخلوا داخل السيارة عندنا هذوما الديريتات نتاع الشوفاج اللي هما يدخلوا ماء سخون للسيارة في الشتاء عندنا هذايا سيبور موتور الوطني اللي يشد المحرك من تحت عندنا هنا هذايا الخراطيم نتاع الديريكسيون نتاع يعني نتاع الكريمير اللي هم يمشي الكريمير وعندنا البومب اسيستي هي هنا تجي شفتوا البومب اسيستي الالكترونيك نتاع بومب ديريكسيون الكترونيك هذه هذه خزان نتاع الماء نتاع المساحات نتاع السويكلاس هذه خزان الماء نتاع الراديتير هذه من هنا عندنا هذه الحساس نتاع المروحة اللي يجي في الراديتير هذا هو الخيوط نتاع هذا من هنا يجي لابيس محرك لابيس الموتور نتاع لابيس هنا طبعا الكلاكس او الزمارة هذا هما الاتجاهات نتاع الفيتيس المحرك نتاعها القديم نحنا باش نبدا نقولها محرك هي 1.6 اتش دي تيربو كبير نقولوا احنا هذا المحرك نتاعها دي 307 هذا المحرك اللي باش نركبوه لها توا جديد نعطيكم فكره شويه على المكونات نتاعو هذا لي جير نتاعو يجي من تالي هذه يعني البومب اتش بي يجي من تالي هذا لي جير هذا الديمارير يجي من تالي كيف كيف هذه البوات الفيتاس والفيتاس نتاعها هذا ما الجعب نتاع لو تيب نتاع الانجكتيرات هذه البومبات نتاع المازوت تعطي المازوت هذه البومبا فيد نتاع الهواء نتاع الفران هنا الحساسات نتاع الحراره والترموستات هذا التيربو يجي من هنا قدام الدريت نتاعها هذا ما الانجكتيرات يجوا من فوق هما الخراطيم نتاعها هذا من هنا من قدام طبعا يجي فيه الجنب اللي هو الانترناتير ولا يعني المولد والمكيف كليماتيزير والدفاف طوندور طبعا الشان يجي من هنا من قدام مفكوكة يعني مغطية إن شاء الله العملية تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.